يقول السائل: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل مذاكيره ثم يغسل يديه بالتراب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. السؤال: ماذا يعني غسله صلى الله عليه وسلم يديه بالتراب؟ لأجل قطع الرائحة، رائحة الأثر الخارج، لأنه يعلق بيده إذا نجى فرجه يصير فيه رائحة من الخارج، فيمسحه بالتراب من أجل أن تذهب الرائحة، لأن التراب طهور، تراب طهور والتراب منقي أيضا. هذه الحكمة. وإذا غسله بصابون، غسل يده بصابون أو بمنظف، يكفي عن التراب. نعم.